حياكم الله مشاهدينا مع أولى فقراتنا الحوارية، بتكون إن شاء الله أنا وزميلتي غادة السراج اللي بتكون في هذه اللقاء مع أكيد الدكتور عبد العظيم معرفي. هذه الحلقة أو هذه الفقرة إن شاء الله بتكون حول العلاقة بين مركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مع الصناعات النفطية في الكويت، ومثل هذا الموضوع دائما ما يكون الدكتور عبد العظيم هو ضيفنا، صح؟ أكيد بلا شك. رحب باسمكم مشاهدينا بضيفنا الدكتور عبد العظيم محمد معرفي، باحث علمي أول بمركز أبحاث البترول في معهد الكويت للأبحاث العلمية. يسعد صباحك ويحييك الله معنا دكتور، شرفنا في صباح الخير الكويت. يعطيكم العافية، صباح الخير يا كويت، يشرفني أني أكون معاكم. في الحقيقة أنا يعني الفترة الأخيرة كرمكم كبير علي، وأنا أسعد دائما بألتقي معاكم، أتمنى أن أكون ضيف خفيف، وكالعادة أحاول تكون معلومات يعني لكل الناس بدون ما أدخل في العلم العميق. وحياكم الله، وأنا منكم ولكم وإليكم. الله يسلمك دكتور، بالعكس يعني إحنا سعداء أن نجري مثل هذه اللقاءات مع أشخاص يعني يبحثون عن حلول ويطرحون مثل هذه القضايا اللي أكيد تهم المجتمع وتهم كل شخص باحث ودارس في الجامعات، وخصوصا مثل هذا الصرح العريق اللي تمثله اللي هو معهد الكويت للأبحاث العلمية. فودنا نبدأ عن هذا المعهد والبحوث اللي تتجه. شكرا كثيرا مرة ثانية. في الحقيقة لابد أن أتكلم عن المعهد بشكل جدا قصير على أساس ما نأخذ من الوقت. المعهد طبعا أسس في 1967 مع شركة زيت العربية اليابانية كانت، ومن ضمن الخطط أو العمل آنذاك العمل في البترول والزراعة والعملية اللي هو الصحراء، كيف نجعل الصحراء تكون جميلة بالمزروعات، وطبعا الثروة السمكية اللي هي مقومات الحياة لدولة الكويت. ومن خلال 55 سنة يعني العقود الخمسة السابقة، طبعا المعهد كبر من قد يكون من عدد موظفين كانوا في البداية 50 أو 100 إلى أكثر من 1000 و1500، وطبعا عدد الباحثين آنذاك كان قليل جدا يعني يعدون على الأصابع، الآن عدد الباحثين 500 في مجالات متنوعة في مراكز مختلفة من ضمنها مركز أبحاث البترول. طبعا من اسمه يبين أنه نخدم الصناعة النفطية. أحب أذكر هني أن المعهد القرار الأميري طلع في 1973 أنه يكون مكان علمي ومكان أيضا لنشأة الكوادر الكويتية. طبعا في خطوط كثيرة لها يمكن خارج نطاق الموضوع اليوم، ولكن في لقاءات سابقة أنا ذكرتها تقريبا. يعني دكتور يعني 55 عام يوبيل ذهبي لهذا المعهد وهذا الصرح المتميز، أكيد هناك مقدرات بحثية وموارد بشرية، خلنا نتكلم عنها تحديدا في هذا المركز. مشكورة وايد. احنا في قبل 5 سنوات سوينا احتفال اللي هو اليوبيل 50، وأمانة نادينا أول مدير عام للمعهد اللي كان ياباني، وعندنا مدراء سابقين، و مثل ما ذكرت سابقا أن العدد طبعا الآن أكثر من 500 باحث. وفي موظفين إداريين عندنا تقريبا فوق 100 مختبر في مجالات متنوعة. مواردنا البشرية الكوادر الكويتية طبعا الآن لا أقل يعني فوق 90% منهم كوادر كويتية في مجالات متنوعة من بين الجيولوجيا والبيئة والبترول. مهتمين دكتور هذه الكوادر، يعني أنت ما تقول كوادر وطنية وهذا العدد الكبير، هل في اهتمام اليوم بأبحاث البترول وخصوصا من ناحية بيئية؟ نعم طبعا، لأن أحب أنوهني أن البترول اسمه بترول ولكن يدخل في الطاقة، يدخل في الاقتصاد، يدخل في البيئة، في المياه، يعني راح من خلال حديثي أتكلم. أي فمراكز المعهد المختلفة تقوم بأبحاث لها علاقة بالبترول حتى مو ضمن البترول. وأيضا أحب أنوه أن فوق أكثر من 10 مواقع موجودة، يعني غير المبنى الرئيسي الشويخ عندنا في الأحمدي، عندنا في تشيف صليبية، عندنا في السالمية، ففي مواقع مختلفة في تخصصات متنوعة. فالموارد البشرية ما شاء الله. وطبعا يعني يجب أن أذكر أني أنا لما دخلت المعهد في 1983 كنت مهندس، الآن وصلت مرحلة البروفيسورية من فضل المعهد. الشكر لله والشكر لدولة الكويت والمعهد بالذات، لدور كبير لي وأمثالي. فإحنا
خلال 55 في يعني تطور كبير، وعلينا ان نكمل في ديمومه الحياه لهذه المؤسسه البحثيه العلميه. طبعا دكتور اكيد كان هناك ابحاث وما زالت الابحاث قائمه في المعهد. خلونا نتكلم عن علاقه هذه الابحاث، ابحاث البترول والصناعات النفطيه بين الامس واليوم. ايش كثر من هذه الابحاث طبقت على ارض الواقع وتم استخدامها في المجال العمل النفطي؟ تسلمين، سؤال جدا جميل. والعمل الدؤوب من بدايه الثمانينات في القرن اللي فات، عملنا كثير مع قطاع، طبعا كانت في البدايه مع وزاره النفط. يمكن انا في مقابلات سابقه اعطيت بعض المعلومات عن النفط، مكوناته وانواعه. طبعا النفط الثروه القوميه اللي الله سبحانه وتعالى اطعمنا فيه، وبالتالي لازم نستغله. فكان تصير دراسات عن نوعيه النفط، مشتقاته، شنو فيها من مواد خفيفه، مواد ثقيله. هذه كانت في البدايات. عملنا مع القطاع النفطي ووزاره النفط كانت في البدايات يمكن تكون ليست بحجم كبير بسبب العمالة المتوفرة، وأيضا لازم يصير نوع من الإدراك والثقة ما بين العميل وبين المعهد. ولكن بعد مضي 40 سنة العلاقة تطورت كثيرا. وواحدة من الأمور المهمة جدا أن مركز أبحاث البترول انتقل من الشويخ إلى الأحمدي لقرب المسافة بعد 20 سنة. من حقول النفط تقصد؟ لا، مركز أبحاث البترول كان في الشويخ. فرحنا صرنا أول بمدينة الأحمدي، فالمركز موجود في قلب مدينة الأحمدي مع قطاعات الشركات النفطية. طبعا هذا كان جدا دافع قوي أن تعجل الأمور والثقة تزيد. وطبعا يعني تدركون ان الثقه والعمل الدؤوب ما بين الافراد وتضامنهم دائما يؤدي الى العمل أكيد. العمل الناجح. فالابحاث هذه بدات تكبر، وخاصه صار في نوع من الثقه يعني في مجال، لان احنا ابحاثنا تكون في مجال تكرير، في مجال انتاج النفط، تكرير النفط، البتروكيماويات. فهذول يعتبرون يعني الموارد المهمه في صناعه النفط. ممتاز دكتور. تحديات كثيره اليوم تواجه يعني الصناعه النفطيه في العالم، وتحديدا في الكويت ايضا، بما ان احنا دوله تنتج النفط يعني من سنوات طويله. فمن هذه التحديات البيئيه اللي دائما ما نسمع عنها، ويعني لان هناك يعني تنقيب عن النفط وغيره قد يؤدي الى اضرار في التربه، وقاعد نشوف اليوم في اجتهادات كثيره سواء من الباحثين او من الطلبه او من ايضا العاملين في هذا القطاع لمعالجه التربه واضرار الناتجه عن التنقيب والى ذلك. فخلنا نتكلم عن ابرز هذه التحديات شنو هي، وهل اليوم تعتبر مشكله تلوث التربه من او مخلفات البترول احد المشاكل الرئيسيه؟ يعطيك العافية، سبقني في سؤال وإجابة يعني كان المفروض في النهاية، ولكن كلامك في محله. النفط ليس فقط إنتاج وتكرير، إنما في البيئة وفي طاقة. فبالتالي استراتيجية المؤسسة البترول الكويتية أنهم يعني عندهم شغل كثير في مجالات متعددة، وبما أن مراكز البحثية في المعهد لها العلاقة، فالأطر العلاقة والقوة بدت يعني تصير بطريقة أفضل، يعني مركزة في أمور كثيرة. حلو. توصل إلى سنة 2040. ومن أجل ذلك يمكن نتيجة العمل اللي أنا قلته يمكن مجزأ في البداية أدى إلى تكامل في العمل مع القطاع النفطي. والدليل على ذلك العقود اللي كانت يعني قصيرة الأمد صارت منتصف طويلة المدى. والآن في صدد نعمل اللي هو عقد مشترك تفادي للأمور كثيرة. فالأبحاث القادمة في الحقيقة راح تكون متعلقة في مواضيع جدا حيوية، منها اصطياد الكربون، تخفيف الغازات المنبعثة، تأثير على الاحتباس الحراري. حلو. الدولة متجهة نحو إنتاج النفط الثقيل. ما هي عواقب استخدام النفط الثقيل؟ ما هي مؤثراتها على البيئة؟ دراسات كيف ننتج مواصفات منتجات مواصفات العالمية. يعني تحديات كثيرة للقطاع النفطي، ولا بد احنا نتزامن ونتناغم ونعمل على استدراج الطاقات البشريه والموارد البشريه الى منحنيات تكون لها علاقه بما يريد القطاع النفطي. فلذلك يعني اجابه لسؤالك،
عالميا يعملون على هذا الشيء، ولا ننسى الآن العالم متجه نحو استخدام الوقود الغير الأحفوري والوقود المتجدد، فهذه كلها تحديات تقابل دولة الكويت، وإحنا لا ننسى النفط مصدرنا والثروة القومية، فعلينا أن نهتم فيها ونشوف أمثل السبل استخراجها واستخدامها، ويعني مجرد بس وان تبقى الاجيال القادمه بالضبط كثروه نظيفه وسليمه. ممتاز. يعني اذا كان النفط ينباع ب $100 اذا طلع منها منتجات نفطيه قد تصل الى 1000 او 2000 دولار. صحيح. فبالتالي من الباب الاولى الاستثمار بالثروه الحقيقيه الموجوده. يعني البركه فيكم دكتور وفي هذا التطور والانجاز اللي قاعد تقومون فيه من اجل البلد. دكتور خلينا نتكلم عن التعاون ما بين مذكره التعاون للبحث العلمي بين مؤسسه البترول الكويتيه ومعهد الكويت للابحاث العلميه، كلمنا عن هذا التعاون. يعطيك العافية، هذه أهم نقطة في الحقيقة توصلنا لها بعد العمل الدؤوب. طبعا أنا هنا أحب أشكر كل العاملين سواء في معهد الأبحاث في المركز والقطاع النفطي، يعني الشكر والعرفان ما يكتمل الله سبحانه وتعالى ما يقبل الشكران إلا أن نشكر كل الناس. يعني أنا موجود اليوم قد أتكلم بصدى وبصوت عالي نيابة عن الموجودين، في منهم رحلوا وفي منهم موجودين. صحيح. فوصلنا الآن بعد اتفاق أكثر من كم سنة، يعني خاصة في فترة الكورونا كانت أصعب السنوات، إلى مذكرة التفاهم للبحث العلمي، وخلال تعاوننا مع مع مؤسسة البترول KPC والشقيقات الستة أو السبعة اللي هو الكي كومبانيز يسمونهم، سواء إنتاج تكرير والبتروكيماويات، إلى مذكرة تفاهم تبتدي في بداية السنة أبريل وتنتهي في نهاية مارس. في البداية اللجان المتعددة في القطاعات النفطية المتعددة تعطينا التحديات الموجودة وتعطى لنا في شهر 8 ومن بدنا نبتدي ندرسها، وعلى نهاية السنة تتحول إلى مشاريع بحثية تمويلية من قبل مؤسسة البترول. وأحب أذكر أن هذه الدورة رقم 4 الآن بدت، وإحنا الآن في صدد أن ننتهي منها في مارس، وهذه نفسها راح أبين كويت كنا وين الآن فينا وين راح نكون لكي نواجه التحديات الموجودة. في تحديات صغيرة المدى، في متوسط المدى، في طويلة الأمد، هذه كلها تكون منسجمة مع اللي هي استراتيجية المؤسسة. إن شاء الله ما في من تحديات يا رب تواجهكم، كلها سهالة وسلاسة إن شاء الله. طبعا البحث العلمي اليوم تعمل شيء قد تصل إلى التطبيق التجاري بعد 20 سنة، باع طويل. نعم. والجهد يتفافر وهني دور الشباب والشابات الجدد. ذكرت الشباب دكتور، وخلي أنا بعد هم أسألك سؤال بما أنا قبل أن أختم معك على السريع. اليوم يمكن كثير من الشباب لهم اهتمام في مجال البحث العلمي، ودهم أن ينفعون الكويت اليوم من خلال العمل على مثل هذه المشاريع اللي تحافظ على البيئة والاستدامة، ويعني مثل ما قاعد نشوف اليوم في المؤتمرات العالمية، مؤتمر المناخ اللي صار قبل فترة وغيرها من توصيات. دكتور شكدر مهم اليوم أن الباحث يكون ملم بثقافات أخرى وبتجارب الأخرى، ودكتور أنا عرفت أن تتكلم ما شاء الله أكثر من لغة وعندك هذا الاطلاع على العديد من البحوث حول العالم مو بس بحوث الكويت، فكلمنا ايش كثر مهم من الواحد اليوم عنده هذه الالمام. يعطيك العافيه، جوال جدا مهم. اعتقد من الناحيه الاجتماعيه للباحث انا اقصد التنويع في التعامل مع ناس اخرين هو جزء من عمل المعهد، لان احنا ما عندنا كل الخبرات. فمجموعه عندنا في مركز ابحاث البترول لمده 30 سنه عملنا مع اليابانيين، ثقافه جدا مختلفه، ولكن تعلمنا منهم. يعني احنا كثيرين منا سمينا تخرجنا من المدرسة اليابانية. الآن عندنا عدد من الشباب والشابات علينا أن نعلمهم، لأن بالنهاية ديمومة الحياة لازم تستمر، ويوما ما قد يعني في ناس راح يرحلون. فبديت الآن مع مجموعة ما شاء الله، المجموعة الجديدة هذه كفاءة، عندهم مرتبة الماجستير، وتبارك الرحمن صار لهم سنة عندهم، يعني عندهم التنويع حابين يتعلمون وايد أمور، لدرجة أنهم موجودين طول اليوم، شغف عندهم. فالشباب يعني أمانة
لازم نشجعهم. نعم. لأن الأرض الخصبة هي اللي تنتج. أكيد. وأنا دائما أقول. عندي سؤال سريع بعدها. فضل. دكتور علينا الوقت قاعد يدركنا. اللي بيبرمج اليوم أو يشتغل على الكمبيوتر لازم يعرف إنجليزي، واللي بيشتغل بالتجارة لازم يعرف تركي ولا صيني، اللي بيشتغل بالنفط شنو اللغة الأساسية لازم يعرفها؟ أعتقد لغة النفط، لأن اللغة النفط أول شيء تتعلم لغة النفط، قد يكون هو ما عنده تخصص نفط، بالتالي لغة النفط جدا مهمة، يعني المفردات النفطية مهمة، فعليه أنه يقراها بالعربي والإنجليزي وترجمتها. طبعا من خلال ماكو شيء يجي لك من اول سلم. يعني انا لما رجعت من الدكتوراه 30 سنه ما كنت اعرف شنو النفط. الان انا احسهم عيالي خلاص. لك طولة العمر ان شاء الله. الله يسلمك. والله يعطيك الصحه والعافيه. اكيد. يعني الشكر الجزيل لوجودك معنا دكتور عبد العظيم، شرفتنا في صباح الخير الكويت، وفتنا فادك الله، وان شاء الله دائما انتم عيال الكويت تنتجون وتنجزون لهذه الارض الغاليه الكويت. رب ان شاء الله يكون هناك نفس دكتور عبد العظيم على طول السنوات والايام يا رب العالمين. شكرا لوجودك. تسلمين. حتما في اخرين مثل عبد العظيم معرفي، وكلنا منكم ولكم وإليكم، والسلام عليكم. حياك الله سعد مبارك. دكتور نورت وشرفت. الله يسلمك. شكرا جزيلا للدكتور عبد العظيم محمد معرفي، باحث علمي أول بمركز أبحاث البترول في معهد الكويت للأبحاث العلمية. بنروح عبد الرحمن الحين حق الحزن، شلون يأثر والزعل على أجسادنا بالكامل؟ لابد ما نخلي الزعل والحزن يسيطر علينا، لأن له تأثير سلبي على كل ما في جسدنا وصحتنا ونفسيتنا وأعضاء جسدنا. تزعل نفسك، تحزن، تقلق، يعني أعضائك راح تذوي وراح تمرض وراح يصير هذا الحزن إلى مرض عضوي. فعشان كذي سمعوا الدكتور منى القطار راح تقول لنا أكثر عن هذا الموضوع، لا نزعل أي شيء في أجسادنا علشان نحافظ على صحتنا وأعمارنا. شوف دكتور منى القطار.